ليس لي. قالت أرملة صرفة صيداء لإلي النبي: حي هو الرب إلهك، إنه ليس عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز. لكن المعجزة حدثت، كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص، حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إلي النبي. قالت المرأة الأرملة لأليشع: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. قالت المطوبة مريم أم يسوع ليسوع: ليس لهم خمر. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى فوق. قال التلاميذ ليسوع: ليس لهم ما يأكلون. لكن عجيب ما صنع الرب مع كل هؤلاء، إن كوار الدقيق امتلأت وأوعية الزيت امتلأت وأجران الخمر امتلأت وسلال الخبز امتلأت. فثق إنه قادر أن يملأ ويسدد احتياجك بحسب غناه في المجد. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. يكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك، لأنك حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك، تصلي له فيستمع لك ونذورك تفيها، وتجزم أمرا فيثبت لك، وعلى طرقك يضيء نور. أختم. قال مريض بركة بيت حزدة: ليس لي إنسان. فقال له يسوع: قم. وشفاه من مرضه. يا ليت شعارنا يتحول إلى الذي لي، كما قال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. تبعية المسيح، معية المسيح، وكفاية المسيح. والرب يبارككم.